نتابع مقطع هذا كاميرتك بالناظر مقطع ابن جخير ومرحبا والله ومسهلا. يا ابن جخير عطنا جديدك. بقول انا مع اهل الطيب والفال، زد فرصتك، زد قدرتك، زد رصيدك. انا ومعي 25 رجال البحرين من دون السعوديه احزاب، الشعب واحد والمصير من المهد لنا. يا ابو سلمان قائدنا، وحبك في الصميم ومواقفك ما هي بحاجة ذكر. هذا الزعيم أكبر من العالمية، إن كانها صعبة قوية عليهم ما هي على الزعيم صعبة قوية. شيخ القرية محمد بن جخير، رئيس البلدية اسحبها منك. تفضل يا رئيس القرية، تفضل. لا أنت برئيس القرية ولا غيره. ليه؟ محمد بن جخير هو المتسابق محمد بن جخير. محمد بن جخير وجودي وجد ما نخلص رصيده ليلة الجمعة وبكرة في البحر. من حيرجع لي بعده؟ كمس عينه بن جخير بن جخير يرجع للقرية. والله أنا تستاهل واحد من الدروع. أنا أتبرع لأم محمد وأم هندي 5000 ريال الدرع ده اللي موجود. اذا ان فيه مجال فانا بطلع ليله، والله ان اروح لين اوقف عند محمد واخذ منه اللي تبون. اي طلب تبون منه انا اضمن لكم اني اروح للرجال واخذ من راسه. خليج واحد والهواء والقلب بالحب ارتوى، صيرنا دايم سوا الحب يجمعنا سوا. مع بابا وماما. مع بابا وماما. استهبل استهبل. والله اسف. نظامنا هذا علاجات قولون وعلاجات قلب وعلاجات ضغط وسكر. هنا قرارات مصيرية في تاريخ القرية من ذو أسست هذه القرية. لا تراجع عنها. أولا جميع أنظمة القرية لا تنطبق على احد داخل هذا البيت. يجيهم هنا يعني وجها لوجه. طيب اسمعوا القرار نفداكم. تغلق جميع البوابات ولا يدخل اي فرد من اعضاء كلام اليوم. أنا أفتخر لا قلت بحريني وأعيش وأموت في حب السعودية. البحريني القادح اللي يحب المنامة والسعودية. صوتي لي يا غنيت، يا شين صوتي لي يا غنيت، وعناد في الربع بغني، صدوا عن الصوت ما صديت، تبعدوا كلهم مني. يا شين صوتي لي يا غنيت وعناد بالربع بغني، قفوا عن الصوت ما قفيت، تبعدوا كلهم مني. شاعر وحبك الشطر والبيت، مبدع شعر من صغر سني، لكن في الشلة انشلت، يا خاف من صوتي الجني. فقرة رسمية يا لا لا لا، فقرة رسمية. تكفى مش خير. فقرة رسمية. طيب يا اخوي شغلوها وشوشت. بس يا بن جخير وصلت مليون، يعني مو للدرجة دي يعني، ما شاء الله يعني. مبروك، الف مبروك. اول شيء وصلت 3 مليون. الله يبارك فيكم يا اخي. والله بن جخير احنا مسوي لك مفاجأة. حلو، مفاجأة بهذه المليونية. يا شباب جيبوا لنا منصور. تعال تعال، امور طيبة. تعال تعال سكتنا. بالمليونية اعطونا المليونية يا جماعة. جيبوا لنا الحاشي، جيبوا لنا حاشي راس. والله الكيكة شوف، ما دام الشيلة دي جت غير اعتيادية إيه؟ وغير رياليتية. نعم، لازم لها الكيكة حقتها الحاشي الصغير نقطعه. صراحة كناك أنا آسف يا مصور، بس والله شغلوها في التقرير وتتحمس. والله تحمس، آسف. شفت أنا في التقرير كنا كذا. شو طيب، والله تحمس، والله أنا آسف. تعال والله آسف. يا شوف القطو يركض، شوف حتى القطو خايف. يا مرحبا يا مرحبا. ما يبغى لها نقطعها على الماسة في الأرض. في الأرض؟ في الأرض، ونتربع عليها كانها عشاء. السلام عليكم. بو ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك ويطول عمرك. في الأرض في الأرض. هنا 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 يا غازي. بسم الله.
هاي سكينة. طبعا حتى تقطيعها لازم معنا سكين على طول 7 متر. الله يبارك فيك. تقطيع كذا ودزة. الله يبارك فيك. مع الضلع اللي على اليمين. الضلع الله يفدلك. يا هلا اهلا اهلا. يا محمد الف الف مبروك وصولك الى برا مليون. الله يبارك فيك. من ضمن هلا محسن يا محسن. يا مرحبا يا رحية. يا مرحبا الشيخ منصور. الف مبروك. زمان ما شفناك. يا بعد راسي والله توني جيت اسلم عليكم بمشي والله. خلاص يا ابو شد. يا محمد محسن نبغى نتكلم عن جرح سبتمبر لكن اتوقع عشان اتوقع الوقت ما بنعطيه حقه. تبغى يكون معنا بكره في وقت اوسع. أنا في وقت اوسع لانه ديوان زي ذا حرام نختصره في دقائق. الله يسعد الوجه. وحضور جميل يا محسن. انا طيب وقتي انا اتبرع به للرجال. لا 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 يا محمد وقتي كم هو وقتك ما بقى في شيء شفت لكن خلنا ناخذ الوقت نتناقش فيه في انجازاتك في البرنامج وحضورك. محمد بن خير كنت مفاجئ لنا بصراحه. أنا أعرف قبل البرنامج ما توقعت أنك بتكون في الرياليتي بهالحضور وهالجمال. شو أعرف شخصية قبل كنت يعني شخصية الشاعر اللي فيها ثقل وفيها فيها من شخصية الشاعر ما فيها يعني أكيد. لكن تفاجأت بحضورك في الرياليتي. محمد زي ما تقول جاء ونسي تاريخه وعاش زي المتسابقين من الصفر. عاش الرياليتي عادي جدا. كنت تتوقع النجاح ولا لا؟ للأمانة كنت أتوقع 70% 60% 65%. موضوع انك نسيت اللي قبل ودخلت. انا ما قررت الدخول الا لاني ادخل وانسى كل شيء قبل كل شيء فات. انا واجهت صعوبات من قبل ادخل البرنامج وبعض الربع اللي في زود فرصتك ممكن يذكرون موقف انه جاني ضغط اني انسحب من البرنامج من ناس مؤثرين مو هم من القرايب لا من ناس اعلاميين اللي فيهم علاقه قويه وبعض كلمتهم يعني كلمه اخذ برايهم. ففيه شخصين اخذ برايهم دائما ارسلوا لي انك تنسحب من البرنامج قبل مشروعي. انا مشروعي كان اخر واحد في زد فرصتك. والله قدحتها قلت دخلت ما عدني براجع. الشيء اللي الحمد لله اللي مشى الامور ومشى الريالتي معي اني نسيت كل شيء. دخلت كمتسابق. ادخل لا تفكر في اي شيء فات. محمد. اي انجازات اوله لا تتكلم. محمد صباح الخير يعطيك العافيه. صباح النور. مرحبا وسهلا. اول شيء الله يعطيك العافيه على كل ما قدمت في البرنامج هذا وكنت خلينا نقول بصريح العباره كنت انت القائد الخفي للمجموعه كامله. كنت انت الموجه للشباب وكنت نوعا ما الموجه الحقيقي خلف الهواء وعلى الهواء باشياء واضحه او غير واضحه للجمهور. محمد كيف قدرت تتكيف؟ وانا فعلا من اول برنامج ما كنت متوقع ولا 1% محمد البنج خير بيكون بهالواقعيه الجميله جدا. توقعت انه شاعر بيكون رسمي جدا بيكون نوعا ما متكلف في شخصيته ينتبه لكل همسه له وكل كلمه له. محمد عاش رياليتي واقعي بكل جمال. كيف قدر تغلب على شخصيه الشاعر الاساسيه؟ اعطيك الصدق الشباب الربع صراحة المحزم المليان بالأمانة أتكلم جد هم ساعدوني في البداية. يعني أنت داخل معك 25 مالك فيهم أي علاقة ممكن شخصين ثلاثة بس اللي تعرفهم. من زد فرصتك علاقتي معهم تطورت إلى درجة الخوة الميانة خلاص. فلهذا علشان الشيء هذا قدرت اني اعيش الريالتي بكل اريحيه ولا عاد تلتفت وايش قاعد تسوي؟ خايف علي في قطو ورا. انا قلت الناقه جت. شوف شوف ابو عمر جاب القطو. ترى علي يسالك سؤال خايف. يا اخوي انا سالني قاعد يتلفت ما دريت وش علمه. قاعد يتلفت يمين ويسار ما دريت وش علمه. اسلم بن خير. فانا اقول المحزم المليان هم اساس نجاحي للامانه. مع ان فيه شيء يعني محمد خليك صريح ما له دخل شخصية المحزم مليان في محمد يعني ساعدوني الربع ما له دخل يقصد محمد انه 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 وجدت في مجموعة تساعد على النجاح. انا كذا قصدك؟ دخلت في مجموعة رياجيل بالمختصر. طيب ابو حور يعني تفكيرهم يعني يا اخي ما 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 ما, بس ما واجهت اي مشكلة. محمد هل كنت فعلا القائد الخفي؟ لا ما اشوف الشيء هذا ابدا. هذا شيء احنا نشوف من برا مثل ما الحين مثل مروه الغنام بتقول محمد بن خير وبحور اقطاب البرنامج. فعلا البرنامج هذا مليء بالاقطاب ويمكن محمد وبحور انا قلت في الحلقه انه يعني كنتوا مؤثرين جدا في هالمحزم.
ممكن ما كان لكم دور في النقاش والسياح وجمع المتسابقين، لكن حضوركم بس كان يؤثر. منصور، انا كنت محمد اساله دائما عن معلومه وهوين فيها، انا اقول محمد ما دخل برنامج بريتم واحد، دخل بريتم رسمي جدا، وفجاه كذا قال محمد رياليتي 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 على الاخر، يعني اخرها الشيله. فمحمد يقول لا انا من اول كذا، ما اعتقدها لا من اول كذا. تذكرت على طاري الحين وانا جالس تذكرت دخلتي ثالث يوم من جد رصيدك، ومن كلام اليوم من كلام اليوم طلبتوني في الكوفي شوروم ودخلت جلست هنا، دخلت وجلست ما احد حط علي الكاميرا، جلس اخر شيء جيت وتربعت عندكم هنا وجلست، قعدت انا ما عاد فيه ما نبقى قاعدين ننتظر في الكوفي شوروم بدخل، فوين الثقل في ما اشوف؟ هذه من الامور اللي في بدايه البرنامج. هاي ثقل ذي ترى لا ما جبتونكم في الشروم اجي عندكم هنا، لا ما هي بثقل ذي، بس احمد شوف شخصيتك المريحه ما كانت ممكن البرنامج صحيح؟ لا والله انا ما اشوف الشيء ذا، والله انا اشوف من البدايه ممكن نص البرنامج فيه حاجه غيرتني الامانه. أحسن. يوم طلعت يومين اي هذا في نص البرنامج طلعت يومين. قبل محمد تنصح المتسابقين اللي بيشاركون في النسخ القادمه انه في فتره من البرنامج لازم يطلع شوي يشوف الوضع؟ عز الله اللي يشوف اللي مؤدي في البرنامج يطلع اللي يشوف نفسه انه مؤدي يطلع. غيرتك اليوم جدا، انا طلعت ولله الحمد لقيت شيء غير طبيعي، اعطاني باور اعطاني معنويه قويه من الجمهور. محمد دندن. تعتقد ان النسخه من انجح النسخ اللي مرت على البرنامج؟ انجح نسخه في تاريخ زد رصيدك. ليش؟ بس انا اشوفها كذا والله. هذه النرجسيه استاذ محمد، انا اشوفها كذا افضل. طبعا طبعا علي يزعل لانه هو نسخه ايضا. ما هو نسخه بالعكس بالعكس علي. لكن ما هو بقصور فيك، ما هو بقصور ولا ابدا، والله ما له دخل النسخ السابقه، اتكلم لانه الجمهور مقيم، فصعب انت تقيم نفسك تقيم زملائك، الجمهور مقيم الاساسي لك وال انا ما قيم نفسي. وبعلمك حاجه، كل نسخه مكمل الاخرى، يعني ثلاثة مكمل الأربعة، وأربعة مكمل الخمسة، وخمسة مكمل الستة، وستة مكمل سبعة، وسبعة مكمل حياتك واحد واثنين، كلها طيب مكمل البعض. مستحيل تقول النسخة هذه تختلف. كلامي مو بتقييم، كلامي مو بتقييم، هو أنا اللي قيم البرنامج، برنامج كبير. هو يتكلم عن نسختين على مستوى ده. على مستوى العالم العربي، هو أنا اللي قيمه، بس أنا أقول لك وجهة نظري إن نسختنا هي الأفضل. ما أدري طيب وش اللي كان يميز نسختكم؟ المحزن المليان والخوة. الخوة كانوا الرجال على قلب واحد. غير هذا فيه كبار سن صغار سن. على فكره انت وين الناس تعتقد للحين؟ انت ما تصدق ما صدقت إن الناس معتقدين ان صوتك ان عمرك كبير جدا. يمكن انا قلت في بدايه البرنامج انه انت اعتقدت ان عمرك كبير، اكتشفت انك محمد. انا بصرح تقول مواليدك كم؟ محمد انا بصرح بعمرك. قول مواليدك. مواليد كم؟ انا شهر 12 1989، يعني 90. يعني ممتاز. 90 ميلادي يعني 27 30 سنه. قبل 10 ايام كملت. قبل 10 ايام كملت 28. 38 28 يا كابتن. 28 سنه ما شاء الله. 38 سنه ما شاء الله. 28 يا علي. 28 يا حبيبي. 28 يعني البطاقه موجوده. هاني قلت له هو ما صدقني بتشوف البطاقه. طيب ما شاء الله. ابو حور، كيف تقييمك لاداء محمد بن جخير متسابقا في زد رصيدك؟ الله اكبر. تحدث عن هرم، اتحدث عنها تاريخ. إذا ما تدرس سيرته في بريطانيا أو في الدول العظمى فماني أبو حور. إذا ما تصور له موسوعة ما تدرس إلا في البحر الميت على ظهر قارب تحت الشمس القارسة. قارس والله إذنك والله أنا خاب القرس. ما دخل شمس قارس والله ما نعنبه أبو خير. بس محمد إضافة لكل من يمشي معه. إي والله الله يعزك ولا هو متحيز هذه الميزة. هل وجدت يا محمد بحرين، هل وجدت هذا عائق البرنامج؟ من بين الشباب الربع يعني؟ نعم. لا مع ان شوف في 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 حاجه انا مضايقتني احيانا ان تصير فيه مشاكل وتطلع قدام الناس بين الشباب، هذه ما كان ودي انها تصير صراحه. هي مشاكل في وقتها وتنتهي في وقتها، ما يصبح الصبح الا الرجال. محمد سؤال اخير، شخصيه تعتقد لله فضل عليك في البرنامج؟ برا البرنامج. برا البرنامج خارج البرنامج؟ ايه. سالم خير. سالم اعلاميا ايه من بدايه مسيرتي في شاعر المليون وقبل شاعر المليون هو اللي كان معي. نوجه له تحيه كبيره الشاعر الكبير سالم مجخير. وحنا اليوم كان ودنا نتناقش. انا كنت بقول له غير سالم مجخير. انا ادري انه بيقول سالم مجخير. والله يستاهل سالم مجخير يعني. محمد
تجربة ثرية في برنامج. تشرفنا جدا بوجودك معنا كأخ أنت وأبو حور عبد السلام الشهراني. عبد السلام ترى قبل لا أجيكم في النهض ذاك اليوم معرف أسماء المتسابقين قابلني شخص عزيز قال إذا ما جيت النسخة دي فيها أبو حور ترى بتفشل. قلت مين أبو حور؟ قال واحد اسمه عبد السلام الشهراني لازم تشوفونه مقاطع جميلة. وصار يرسل لي مقاطعك. شوف بعلمك حاجة أنا أول ما تفشل ما وقت لأخوي أخوي عيلي وتاج راسي بعد راسي حبيب. ليش نجاح النسخة بواحد ولا باثنين ولا بعشرة ولا بخمسطاعش؟ نجاح النسخة من اللي متواجدين فيها. وهذا وفشل النسخة حند الحين أنا على 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 قدر المثال الموقف اللي ينفعنا كلنا هذا يعتبر إضافة لنا. بنج خير لو ينجح في شيء إضافة لنا. يوم نجحت شيلته والله نحن فرحنا كلنا. نحن نحب النجاح باسمنا جميع. في فرق بين زد رصيدك سبعة كهو ولا لخفقه. نقطة أخيرة مهمة أخيرة بنج خير وتعال نقطع الكيك. أخيرة مهمة والله أني صادق فيها. من الأشياء اللي أنا أقول إن نسخة زد رصيدك سبعة أنها التوب وجود الرجالة فيها. رجل هذا رجل الواقع الأول. الله أنا أذكر الله. أذكر قلت الهاني في الواتساب أول ما طرحت الأسماء في البرومو ونزل في التويتر صورت صورة على صورة محمد وعلى صورة بحور. قلت الشخصيتين في البرنامج هذه بتكون مختلفة تماما لأنها جميلة جدا. وعلى فكرة خلني أكشف سر بعد من ضمن الأشياء الجميلة في هالبرنامج ما في أحد في البرنامج وجيب نجاحه لنفسه وهذه ميزة فيكم كلكم إنه كل النجاحات باسم المجموعة. هذا الديوان الكبير والجميل نبغى نناقشه وقت أطول. يستحق هذا الديوان جرح سبتمبر يستحق شعريا ويستحق صاحبه كشاعر من أبرز الشعراء اللي قد يحدثون نقلة كبيرة جدا في الجزيرة العربية. يمكن يتفقون معي الشعراء اللي موجودين في البرنامج. نعم بنج خير تعال الشباب منصور علي أبو حور بينما نتجمع عند الكيكة. هل بتجيني في الديرة؟ طبعا الرجال ذا بيكون راعي محل. أبرك ساعة والله أبرك ساعة ناصر الحربي قال مستحيل أجيك. هذه الكيكة بمناسبة إيش يا محمد لو تقرأها؟ الردادي أهداء إلى المتسابق محمد بنج خير. مبروك صوتك وصل المليون. طبعا أسرع شلة على فكرة أسرع شلة وصلت مليون. ممكن نعم. مخرجنا تطلعها بس تطيح لا أبو حور عنده إتقان في بنج خير. أرفع رأسك عشان نأخذ الصورة بس كده. أبو حور لو بس يعني طيب نقطع الكيكة ونختم نقطع الكيكة ونختم غدا إن شاء الله معنا أربع معنا الأربع المتسابقين الباقين في المنافسة وبعد غدا عندنا حلقة خاصة جدا 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 وبعده سيكون قد يكون ختام كلام اليوم إن شاء الله ويوم الأربعاء إن شاء الله حيكون يوم البرايم النهائي. سامي محمد أنا صوتي لي غنيت وأنا بالغرب بغني وانتو عن الصوت غنيت وأنا بالغرب بغني يا لا 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 يا لا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك. هذا البرنامج